ها خختة لو نبي مهندس انت بكل شغلة تشتغلين. شنو يا شو اشتغل؟ هي كلهن 12 ما حد اشتغل بيهن، حاسيني على شنو؟ ما شاء الله، يعني دخلتها الثانوي أكثر من كريستيانو. أنطام وخلاص من الآخر، شو تريد؟ أبي لي عانية لكن شيء وافي ويجمل. تنبخ لنبخ، ياهو قال لك أنا أكسر الصفات، ترد لك ذبيحة. لا، العانية اللي أبيها ما تنفع إلا من المكان هذا. عندك دزات زين؟ إي والله عندي، وأنا أبو هندي. يلا ورينا. شوف انت تريد شيء كبير ويكون مصدر ابهار للكل، قل لي. مع انه ما له شغل اللي قلتيه، بس يلا عليك نور. شوف عندي هذا الدجاج الابيض الامريكي حجم 1700، طبعا شنو هذا؟ يكفي له 13 واحد يدقون به. لا ما يوفي. زين اقول لك، عندي ها عندي ديش رومي يكفي له تقريبا 45 واحد يهجمون عليه هجوم. اكيد يا تخته، يعني ما يفشلني. يا صدق كذب؟ يفشلك شنو؟ لا فشي تجمل بي مثلك ومثل شرواك. ايه زين، ما عندك شيء اكبر؟ عندي والله عندي 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 فشي كل كبير وغالي، طبعا وتكفي له يمكن في 90 مطي، لا وتفرد عضلاتك بي مثل فان دام. ايه هذا اللي ابيه. وشنو هو؟ نعام، كل نعامه وعيونك يكفي فد 70 نفر ياكلون بيها، ليش اكذب عن الحلال والحرام؟ 90 اي صدق هذا. زين ما عندك شيء اكبر ويجمل اكثر؟ حرامات، شوف 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 انقهرت، لو جاي قبل شويه وداعتك تمساح، شلون تمسح ولك يلوق للحلق؟ نشبد نحكي، ولك كل سن يكفي ل 100 نفر، بس حرامات اخر حبه وراح. حظي وانا اعرفه زين. خلاص اجل جيب النعامه، خليني اخذها وتسهل. ايه مو تدلل، موجوده بالفريزر هي، انا بالمناسبه عليها عرض، شلح قلح، الايس بوكس مجانا وياها. هذا كله مجانا؟ مجانا، روح تنبق لنبق. الله يجزاك خير. هلي هذا ثقيل. روح روح بالعافيه بالعافيه عيوني بالعافيه. صار لي سنتين مخزنته ونايم على قلبي بالفريزر، بس تدري عاد احسن مطمر علي اليوم، والحمد لله والشكر ربي الحمد لله. تنبق لنبق. الحساب وقف. وينه هذا يا مامون؟ انت يا مامون سام بابا، وينك انت؟ موجود بابا. تعال يا خميري، انا ابيك بكلمه راس. انا؟ لا لا اللي وراك انت، انت يا المخبول انت. انت قول بابا في نفر برا. ادري انك انا انت، انا من عندي غيرك حتيله، انت وهذا المفلطح هذا اللي تقول صميل. صميل؟ لا والله مو بصميل، صميل شوين عليه، اللي راوية، تعرف الراوية؟ أنا ما أعرف صميل، أعرف راوية شلون؟ راوية هذه مثل قربة الماء، العودة الكبيرة يشيلونها على البعير. آه لا بس هذا ما بعرف شلاش، هذا هو بعير. إيه إيه.